السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتور حسن دهشان، ودي معادنا في حلقه جديده من حلقاتنا اللي بنسجلها في فارما تيوب. النهارده معادنا مع جزء جديد وهو جزء كارديو وفاسكولار سيستم. هنتكلم النهارده مقدمه عن الهايبرتنشن، هنتكلم عن المرض ونعرف المرض ده اسبابه ايه وانواعه ايه، وهنعرف كمان ازاي المرض ده منتشر وخطوره هذا المرض. تعالوا بينا نعرف حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه القادمه هنتكلم على العلاجات المتاحه لعلاج هذا المرض. تعالوا بينا نعرف ونشوف حلقه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دهشان حسن دهشان، وجي معادنا في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنسجلها في فارما تيوب من كتاب فارما جايد. النهاردة إن شاء الله جي معادنا مع الحلقة رقم 38 في فارما تيوب، يعني احنا سجلنا قبل الحلقة دي 37 حلقة في أجزاء أخرى قبل الجزء الجديد اللي هنتكلم عنه النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ جزء جديد هو جزء الكارديو فاسكولار سيستم، اللي هو بنختصره بكلمة CVS، جزء الكارديو فاسكولار سيستم بمعنى القلب وجهاز القلب والأوعية الدموية. هنتكلم على الأمراض اللي بتصيب هذا الجهاز، وهنتكلم على الأدوية المختلفة اللي بتعالج الأمراض دي. النهاردة أول حلقة لينا في الجزء ده، ولكن قبل ما نبدأ شرح في الجزء ده وقبل ما نبدأ أول حلقة لينا، عايز أوجه شكر وتقدير لأستاذي ومعلمي الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد منصور. هو أستاذ دكتور بقسم الفارماكولوجي كلية الصيدلة جامعة الأزهر فرع القاهرة. هذا الدكتور الفاضل هو الذي كان يشرح لنا هذا الجزء، وجزء آخر هو جزء كيموثيرابي كان يشرحه لنا بأسلوب رائع. هذا الأسلوب الرائع هو الذي جعلنا نفهم هذه الأجزاء بتعمق ونحب الفارما، فهو دكتور عظيم له فضل علينا، وأنا حبيت أن أنا أوجه له الشكر وتقدير لما بذله من مجهود في محاضرات التي كان يشرح لنا فيها هذا الجزء وجزء الكيموثيرابي. فشكر وتقدير لأستاذي ومعلم الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد منصور. تعالوا بينا نشوف حلقة النهاردة، ولكن بداية بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة في جزء القلب والأوعية الدموية أن احنا نتحدث عن أول مرض، هو مرض الهايبرتنشن. مرض الهايبرتنشن هو مرض ارتفاع ضغط الدم. هذا المرض يا جماعة بيصيب أعداد كبيرة جدا من الأشخاص في دول مختلفة في أنحاء العالم، يعني نسبة الإصابة بهذا المرض كبيرة جدا، يعني نسبة الإصابة تتراوح شخص كل 20 شخص، يعني كل 20 شخص سليم يبقى في واحد منهم عنده ضغط الدم، والنسبة دي كبيرة جدا. وكمان يعني نسبة من الأعداد اللي عندهم الضغط، نسبة كبيرة يعني من الأعداد اللي عندهم ضغط دم مرتفع، لا يعلمون إن هم عندهم الضغط إلا بعد مرحلة متأخرة، يعني ما بيبقوش عارفين هم عندهم الضغط إلا بعد فترة متأخرة، وده خطر يا جماعة وهنتكلم عنه. وكمان منظمة الصحة العالمية قالت لنا إن في 7.1 مليون شخص يموتون نتيجة لارتفاع ضغط الدم المرتفع. لذلك يجب ان احنا نتكلم على الموضوع ده بكل استفاضة، عشان المرض ده مشهور، ويعني هنا في مصر صراحة يعني قليل جدا لما تلاقي عائلة او بيت ما فيهوش واحد عنده ارتفاع ضغط المرتفع، قليل جدا يعني انك تلاقي كده. يعني مرض السكر ومرض ارتفاع الضغط المرتفع، ارتفاع ضغط الدم المرتفع، هو مرض يعني مرضين مشهورين جدا في مصر وفي دول اخرى كثيرة. بداية قبل ما نتكلم على الموضوع، تعالوا بينا نتكلم، يعني حلقة النهاردة على فكرة حلقة جميلة وحلقة دردشة ما فيهاش أدوية ولا حاجة، ده هنتكلم كده عن المرض. تعالوا بينا نبدأ نتكلم في حلقة النهاردة ونتكلم في السلايدز اللي معانا. بداية عايزين ناخد فكرة عن المواضيع الرئيسية اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنتكلم بداية في الأول إزاي بيتولد ضغط الدم، تمام؟ بعد كده هنتكلم على الحاجات اللي بتعمل كنترول على ضغط الدم، وهنشوف تأثير ضغط الدم المرتفع على الأعضاء المختلفة وخطورتها على هذه الأعضاء. هنشوف الضغط الدم الطبيعي، إيه هي النسبة الطبيعية لضغط الدم عند الذكور أو الإناث باختلاف أعمارهم. هنقسم ضغط الدم على حسب المقياس، لأن في ناس ضغط الدم بتاعها مرتفع سنة صغيرة، مرتفع أكتر، مرتفع أكتر، هنقسمه. وهنشوف أنواع ضغط الدم على حسب الأسباب، في عندنا essential، في عندنا secondary، هنشوف عندنا الريسك فاكتورز، العوامل اللي بتشكل خطورة وبتزيد من نسبة الإصابة، وهنعرف إزاي بيحصل regulation داخل الجسم، وهنعرف الأسباب بتاعة المرض، وهنتكلم على العلاجات المختلفة تريتمنت بتاع الهايبرتنشن. طبعا هنبدأ علاج بداية من الحلقة القادمة. حلقة النهاردة هي حلقة مقدمة على المرض، وهنعرف المرض بيتكلم عن ايه عشان نقدر نتكلم عن العلاج في الحلقات القادمة ان شاء الله. نبدأ بقى في اول سلايد معنا، هايبرتنشن مرض ارتفاع ضغط الدم المرتفع. بداية عايزين نعرف كيف يتولد ضغط الدم. احنا نعلم يا جميعا ان ضغط الدم
هو ده شيء طبيعي عند كل الناس وكل الكائنات الحية اللي عندها قلب وأوعية دموية، بيتولد ضغط دم طبيعي، ولكن إذا زاد هذا الضغط بيولد مرض اللي هو ارتفاع ضغط الدم. يبقى ضغط الدم ده شيء طبيعي بنسميه البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم. طب اي ضغط في الدنيا، نحن نعلم ان اي ضغط بيتولد نتيجة قوتين متعاكستين، قوة هنا وقوة هنا بيتعاكسوا، هذه القوة اللي تعاكست بتولد ضغط. طب ايه ضغط الدم؟ اللي هو ضغط الدم بيتولد نتيجة ايه بقى؟ فعلا ضغط الدم زي اي ضغط بيتولد نتيجة قوتين متعاكستين. القوة الاولى هي قوة ضخ الدم، في ضخ القلب للدم داخل الاوعية الدموية. يبقى القلب ده بيضخ دم داخل الاوعية الدموية، دي قوة، اللي هي القلب لما بيضخ دي قوة، تمام، بنسميها القوة الاولى. القوة الاخرى اثناء مرور الدم داخل الاوعية الدموية، والدم ده سائل لزج، هذه اللزوجة وهذا السائل بيجد يعني بيقابل بمقاومة اثناء مرور داخل الاوعية الدموية، هذه المقاومة بتعوق من حركته، لذلك هي القوة الثانية. القوة الثانية هي المقاومة التي يواجهها الدم أثناء مروره داخل الأوعية الدموية. يبقى عندنا قوة أولى ضخ الدم من القلب داخل الأوعية الدموية، والقوة الثانية هي المقاومة التي يواجهها أثناء مروره. يبقى عندنا قوتين متعاكستين، هنا يتولد الضغط. هذا الضغط هو ضغط طبيعي، والقوة هنا ضخ الدم والمقاومة دي حاجة طبيعية، ولكن الغير طبيعي إذا زاد هذا الضغط. إذا زاد هذا الضغط هو هذا الغير طبيعي اللي هو مرض ارتفاع ضغط الدم. بقى دلوقتي فهمت ضغط الدم ده عبارة عن القلب يا جماعة بينبض، والنبضة بتاعته بتبقى عبارة عن انقباض وانبساط، انقباض عشان يضخ الدم وانبساط عشان يجمع الدم ويضخه مرة أخرى. يبقى انقباض ده بسميها سيستوليك، وانبساط بسميها دايستوليك. يبقى اثناء الانقباض في ضغط بيتولد، واثناء الانبساط في ضغط بيتولد، بسمي الضغط اللي هو اثناء الانقباض بسميه سيستوليك بلاد بريشر، واثناء الانبساط دايستوليك بلاد بريشر. يبقى القلب هو بينبض عشان يضخ الدم بيولد ضغط، بيبقى اكبر ضغط اكبر، لما يسحب بيبقى في ضغط كمان بيتولد ولكن بيبقى اقل شويه. يبقى سيستوليك على دايستوليك ده ضغط الدم، اللي هو المقياس بتاع ضغط الدم ان انا اقيس السيستوليك واقيس الدايستوليك. خلاص، يبقى انا عرفت دلوقتي حاجتين، اول حاجه ازاي الضغط ده بيتولد، تاني حاجه عندنا ضغطين، ضغط سيستوليك ودايستوليك. طب ايه هي الحاجات اللي بتعمل كنترول على ضغط الدم؟ الحاجات اللي بتعمل كنترول على ضغط الدم حاجتين، او المسببتين الرئيسيتين في الضغط اللي حصل ده. اول حاجه اللي هي الكارديك اوتبوت، تاني حاجه الريزيستنس بسميها البريفرال فاسكولار ريزيستنس، او ممكن اقول عليها كلمه ريزيستنس. يبقى عندنا بلاد بريشر هو عباره عن بيساوي، المعادله دي معادله مشهوره جدا، بيساوي كارديك اوتبوت في ريزيستنس. الكارديك اوتبوت ده عشان افهمه لازم افهم اللي قبله، ولكن الكارديك اوتبوت في ريزيستنس هو الناتج بينتج بلاد بريشر. البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم بينتج نتيجه حاصل ضرب شيء حاجتين، كارديك اوتبوت في ريزيستنس مقاومه وكارديك اوتبوت. طب الكارديك اوتبوت ده معناه ايه؟ كارديك اوتبوت ده معناه حاصل ضرب حاجتين في بعض. اول حاجه اللي هي ستروك فوليوم، ستروك فوليوم معناها الفوليوم او الحجم او كميه الدم التي تخرج اثناء النبضه الواحده. ستروك فوليوم هو حجم الدم الذي يخرج من القلب اثناء النبضه الواحده، حوالي 70 مللي عند الاشخاص الطبيعيين، يبقى 70 مللي بيخرجوا من الدم اثناء النبضه. الهارت ريت عدد الضربات في الدقيقه الواحده، يبقى انا اشوف كام الهارت ريت في الدقيقه الواحده كام، شوف الستروك فوليوم اللي طلع في كل نبضه في الدقيقه، بسميه الكاردك اوت بوت. الكاردك اوت بوت ده فيما معناه كميه الدم اللي بتخرج من القلب او اللي بيحصل لها بامب من القلب في الدقيقه الواحده، اللي هو الستروك فوليوم في الهارت ريت. خلاص، ده الكاردك اوت بوت. في الريزيستنس بيساوي البلاد بريشر، يبقى عندي طبيعي نسبه هنا طبيعيه ونسبه هنا طبيعيه، في مقاومه بتبقى موجوده، في ضغط بيضخ، الاثنين دول في بعض بيديني البلاد بريشر. اذا زادت الكاردك اوت بوت يزود البلاد بريشر، اذا زاد الريزيستنس لان دول حاصل ضرب الاثنين في بعض، اذا زادت الريزيستنس يزود البلاد بريشر، اذا زادوا الاثنين مع بعض يزود البلاد بريشر. يبقى دي الحاجات اللي بتعمل كنترول على البلاد بريشر. انا دلوقتي فهمت الضغط تولد ازاي، وفهمت اذا زاد الضغط نتيجه لزياده الكارديك اوت بوت او لزياده الريزيستنس او لزياده الاثنين مع بعض. عشان انا اعالج ضغط الدم المرتفع، طب ما اقلل من الكارديك اوت بوت او اقلل من الريزيستنس او اقلل الاثنين مع بعض. انا كده فعلا انا توصلت لطريقه ان انا اعالج بها الضغط او اقلل بها الضغط، ان انا اقلل الكارديك اوت بوت او اقلل الريزيستنس او اقلل الاثنين مع بعض. خلاص، وده التقنيه اللي بيمشي عليها الطرق اللي هنتكلم عنها في العلاجات المختلفه.
خلاص، يبقى انا دلوقتي عرفت البلاد بريشر اللي هو الضغط الدم الطبيعي اللي موجود عند كل الناس، هو بيتولد نتيجه ايه، وبيبقى حاصل ضرب ايه في ايه، وعرفت ارتفاع ضغط الدم هو ناتج عن ارتفاع كارديك اوت بوت وارتفاع ريزيستنس. خلاص، ايه بقى الهايبر تنشن بقى؟ تعريف الهايبر تنشن هو ارتفاع في ضغط الدم. قال الهايبر تنشن هو ارتفاع في الضغط الانقباضي اللي هو السيستوليك بريشر والدايستوليك بلاد بريشر، يبقى ارتفاع في الضغط الانقباضي والانبساطي مع بعض، ارتفاع في الاثنين، يعني بارتفاع في الضغط اللي بيتولد نتيجة انقباض القلب، وارتفاع في الضغط اللي بيتولد نتيجة انبساط القلب. إذا ارتفع السيستوليك والدايستوليك بسميه عن الحد الطبيعي بسميه هايبر تنشن. طب كده احنا فهمنا الموضوع وكويس جدا، لأن احنا ابتدينا بالموضوع ده عشان نبدأ نفهم الكلام اللي جاي بعد كده. طب الضغط الدم ده، احنا دلوقتي الضغط الدم مرتفع وبنتكلم في مرض ضغط الدم المرتفع، هل له تأثير على الأعضاء المختلفة؟ طبعا له تأثير. ما هي التأثير؟ ده اللي هنشوفه في السلايد اللي بعد كده. الهايبر تنشن يا جماعة من أحد أهم من أهم الأعضاء اللي بأثر عليها. عندنا 5 حاجات. أول حاجة عندنا الآي، العينين. الآي دي لو زاد ضغط الدم ارتفع. بالظبط كده، أنا لما بقى عندي خرطوم بيبقى متوصل بحنفية، الحنفية دي قوة لو فتحتها على الآخر بيبقى مية شديدة جدا. المية الشديدة دي بتدي دفع. ما لو حطيت صباعي ده بيبقى بيحس بايه، بمقاومه او حاجه. لو قللت الحنفيه ما ببقاش حاسس بحاجه. لو فتحتها بالظبط، الدم ده اللي ماشي جوه الاوعيه الدمويه، لو في ضغط وفي قوه كبيره جدا تولدت وضغطت الدم اللي ماشي ده، هيأثر على العينين، لان العينين دي يا جماعه فيها اوعيه دمويه بتغذي الشبكيه اللي هي الريتنا. الريتنا دي بتغذيها اوعيه دمويه دقيقه جدا. اذا زادت ضغط الدم فيها بيعمل ايه؟ بيعمل بي بي بتتكسر، يعني الاوعيه دي بتتفتح ويطلع الدم منها، ممكن يعمل بلارد فيجن. ولو العمليه زادت قوي يعني بيعمل بلايندنس، يعني بيعمل آه بي 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 الانسان بيفقد الرؤيه. ده طبعا في الحالات المتاخره من ضغط الدم المرتفع. كمان البرين من احد اهم الاعضاء اللي بتتاثر بضغط الدم المرتفع، لان البرين هو برضه بيغذي اعضاء الخلايا العصبيه اللي في البرين، بيغذيها أوعية دموية دقيقة جدا. الأوعية الدموية دي لو زاد عليها الضغط بيحصل لها هيمورج، يعني يحصل نزيف، أو ممكن الإنسان بيموت بسكتة دماغية. كمان الهارت من أحد الحاجات، لأن ارتفاع ضغط الدم بيولد أمراض أخرى في مرض الجهاز العصبي، سوري الكارديو فاسكولار سيستم. يبقى أنا لو زودت لو شخص عنده ضغط دم مرتفع عنده احتمال ان هو يجي له امراض اخرى، امراض قلب اخرى غير امراض الضغط الدم المرتفع، لان امراض القلب مش ضغط بس، ده في امراض اخرى. يبقى ده يعتبر عامل خطير لتولد امراض اخرى في القلب. كمان الارتري من احد اهم الحاجات، الشريان، يعني الشريان اللي هو من احد اهم الحاجات اللي بتتاثر بضغط الدم المرتفع، حيث ان جدار الشريان بيبقى هاردن، يعني بيمسك في بعض، لان احنا المفروض الاوعيه الدمويه الطبيعيه بتبقى الاستيسيتي، عندها الاستيسيتي يعني مطاطيه، بتنقبض وتنبسط. اما لو بقت هارد يعني حاجه ناشفه كده، لما تبقى ناشفه هتضيق قوي، الدم هو ماشي هيجد صعوبه، وخاصه الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، الشريان التاجي اللي هو اللي احنا شايفينه ده، لو اضيق هيدي مرض اخر اسمه ذبحه صدريه. كمان الكدني من احد اهم الاعضاء اللي الضغط الدم المرتفع بيأثر عليها، حيث ان الضغط المرتفع بيعمل في الاوعيه الدمويه اللي في الكدني، بيضيقها ويخليها سكن، يعني تخينه وضيقه، وممكن يعمل كدني دامج، يعني كدني دامج، يعني الانسجه بتاعه الكدني يحصل لها دامج. خلاص، ده من احد اهم الاعضاء اللي اذا ارتفع ضغط الدم المرتفع فيه بيؤثر على الاعضاء المختلفه. تعالوا بينا نشوف فيديو هيلخص لنا السلايد دي، هيلخص لنا السلايد ازاي الضغط تولد، وهيلخص لنا الحاجات اللي بتحصل اذا ارتفع ضغط الدم، ايه الاعضاء اللي بتتاثر بارتفاع ضغط الدم. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده. Blood pressure is equal to the cardiac output, the volume of blood pumped out of the heart per minute, multiplied by the arteriolar resistance. Blood flow depends on the rate of heartbeats and the volume of blood pumped out with each beat. If rate or volume increases, blood pressure goes up. Likewise, increased resistance raises blood pressure, as when arteries downstream from the heart constrict. Over time, high blood pressure or hypertension damages many organs.
First, the heart works harder to pump out more blood or against higher resistance. The heart then requires more oxygen and is more susceptible to angina or a heart attack. Second, arteries and arterioles can be damaged. Arterial sclerosis results when blood moves through the vessels at high pressure, damaging the protective cells lining the vessel. White blood cells are drawn to the damaged area and form plaque. Third, kidneys can be damaged. The capillaries of the kidney are delicate. Continually subjected to high blood pressure, they break down, becoming permeable to proteins and other molecules. The kidney's tubules can become clogged, decreasing the kidney's ability to make urine. Also, the proteins injure the capillary's membranes, causing more damage and worsening the situation. Fourth, the retina of the eye can be injured if its delicate capillaries are damaged. Localized hemorrhages can occur, causing scarring and formation of new, more fragile capillaries to replace the old ones. Finally, the blood vessels of the brain can be injured. High blood pressure can cause clots to break off from atherosclerotic plaques, blocking blood flow to the rest of the brain. This is called a thrombotic stroke. Continual exposure to high blood pressure may also cause a blood vessel to burst, leading to a hemorrhagic stroke. بعد ما شفنا الفيديو تعالوا بينا نتكلم على ضغط الدم الطبيعي. بداية يا جماعة، الإنسان لما بيجري يعني الـ 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 ويعمل مجهود، المجهود ده يا جماعة الإنسان وهو بيجري وبيعمل مجهود محتاج طاقة، أو الأنسجة دي كلها محتاج طاقة ومحتاج غذاء، الخلايا محتاجة غذاء، الغذاء ده بيجي منين؟ بيجي من الدم. لذلك عدد ضربات الإنسان وهو بيجري بتبقى زايدة، يبقى عدد الضربات بيزيد، خلاص. وعدد الضربات لما يزيد، ليه عدد الضربات بيزيد؟ لأن القلب عايز يدفع الدم ويودي الدم للخلايا اللي عمال تجري دي وأجهدت، فعايز الخلايا دي عايزة غذاء، خلاص؟ يبقى هنا ضغط الإنسان بيرتفع، ضغطه بيرتفع، ده أمر طبيعي. خلاص بيحصل بقى ايه، بيقعد يبدا بقى وعدد الضربات بيزيد والكلام ده كله، يعني الضغط هنا ما بيبقاش نورمال. فانا لازم الشخص ده بيبقى في الريست ستيت، يبقى هو قاعد اشوف ضغطه ايه، يبقى هو ده الضغط الطبيعي. يبقى انا كاتب هنا نورمال ريستنج بلاد بريشر، يعني النورمال ريستنج اللي هو الشخص النورمال ضغطه كام. بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا بيختلف هذا الضغط حسب العمر. العمر طبعا بيختلف الضغط، لان اذا زاد الشخص لما عمره بيزيد بيحصل ايه؟ اللزوجه بتاعت الدم بتزيد، ولزوجه الدم لو زادت المقاومه بتزيد، خلاص. وبيختلف من سواء هي انثى او ذكر، يبقى في اختلاف هنا انثى او ذكر والعمر. فاحنا هنشوف البلاد بريشر. البلاد بريشر بيتقاس ازاي؟ عندنا حاجه سيستوليك على دايستوليك. سيستوليك اللي هو ضغط انقباضي على ضغط انبساطي. القلب وهو بينبض كده بيدفع الدم بيتولى الضغط، وهو بيسحب بيتولى الضغط. بنشوف الضغط ده على الضغط ده بيبقى هو ده ضغط الدم، بيبقى حاجه على حاجه، سيستوليك على دايستوليك. يبقى الشخص الطبيعي اللي هو الرجل، طبعا دي جدول بيلخص من 10 ل 15 سنه، لو هو شخص ولد من 10 ل 15 سنه ضغطه الطبيعي، وهو ولد طفل عنده 10 ل 15 سنه ضغطه الطبيعي 100 على 60. امال ليه الرقم اللي انت كتبه لي في حاجه اسمها مين ارتيريال بريشر، ام اي بي؟ مين ارتيريال بريشر ده يا جماعه يعني هو ايه؟ معناه ايه مين ارتيريال بريشر؟ معناه هو عباره عن معادله صراحه، بتساوي كارديك اوتبوت في الريزيستنس زائد سي في بي اللي هي سنترال فينوس بريشر، خلاص. يبقى دي معادله اخرى ولكن هي مش مهمه قوي، ولكن احنا حبينا نذكرها لان الجدول ده معروف ومشهور جدا، يعني من احد الحاجات المظبوطه جدا في ضغط الدم الطبيعي. الام اي بي ده عشان بس اقول لكم معلومات عنه، بيجي ازاي؟ يعني 73 دي جت ازاي؟ طبعا في طرق معادلات كتير، ولكن اشهر طريقه ان هي بتساوي 2 على الثلثين 2 على 3 في الدي بي. الدي بي دي معناها دايستوليك بلاد بريشر اللي هي ال 60 دي، يبقى 2 على 3 في ال 60 هيساوي 40، زائد ثلث اللي هو 1 على 3 في 100، يبقى 1 على 3 في 100 زائد 2 على 3 في 60 يبقى هنا 40، وهنا 33، الناتج هنا 33 وهنا 40 هينتج 73. يبقى دي طريقه لحساب المين ارتيريال بريشر. ولكن خلينا احنا في السيستوليك والدايستوليك. الولد اللي عنده 10 ل 15 سنه بيبقى 100 على 60، من 20 ل 30 سنه بيبقى 120 على 80، يبقى هي دي بقى النسبه اللي مشهور لك الضغط الطبيعي 120 على 80. ولكن بيختلف العمر، لان واحد يبقى عنده 50 سنه
وضغطه 134 على 84، ده شخص طبيعي وشخص مظبوط جدا. ما جيش اقول له ده انت عندك الضغط، لا، ده عامل السن هنا مهم جدا في ضغط الدم. انا بقول كلام واضح، عامل السن مهم جدا، لان في اخطاء كبيره جدا. شخص بيروح الصيدليه بيبقى راجل كبير في السن عنده 50 سنه، 104، نلاقي ضغطه 135 على او 140 على 90، واجي اقول له ده انت عندك الضغط، لا مش عنده الضغط، ده هو ده حاجه طبيعيه عنده، لزوجه الدم زادت. فعامل السن عامل مهم، وابقى حذر جدا وانا بقيس الضغط، لان انا اقول لكم ازاي نعمل الموضوع ده. اما لو هي ست بقى من 10 ل 15 نفس النظام، دي النسب مش عايزين نقعد نتكلم كتير في النسب دي. ولكن النسبه المشهوره اللي هي يقول لك 120 على 80. بعد كده هنيجي نقسم الهايبرتنشن. الهايبرتنشن يا جماعه هنقسمه، مريض الهايبرتنشن نفسه هنقسمه، يبقى احنا عندنا النسبه الطبيعيه اللي هي 120 على 80 دي، عايزين نقسمه بقى. واحد اوبتيمال، اوبتيمال ده اللي هو شخص يعني زي ما الكتاب بيقول اوبتيمال، اللي هو 120 على 80، ده بقى ايه؟ ده يعني نقسمه ده 120 على 80 ده شخص اوبتيمال. نورمال 130 على 85، تمام؟ وبيعمل ريتشيك، يعني بيروح يقيس ضغط كل سنتين عشان يبدا يشوف الضغط بيزيد ولا ما بيزيدش، لازم كل سنتين يتابع، لان الحاجات دي عايزه متابعه يا جماعه، لان ما يفاجئش بعد فتره ان هو جاله الضغط. وده بقى الخطوره بقى، ان انا اعرف بعد ان انا عندي ضغط بعد فتره معينه، احس بصداع، احس مش عارف ايه، اروح اقيس الضغط الاقي فتره ضغط زاد جدا وانا اتفاجئت بالموضوع. فالعمليه دي احنا الضغط ده اهم حاجه ان احنا نعمل تشيك او نشيك على الموضوع ده باستمرار، الواحد يقيس ضغطه باستمرار عشان ما يفاجئش ان هو عنده الضغط. نورمال 130 على 85 ده بيبقى شخص نورمال، وكمان بكل سنتين بيشوف الموضوع. اما بقى هاي نورمال او بسميه بري هايبرتنسيف، يعني قبل ما يجي له هايبرتنسيف على طول، بيبقى من 130 ل 139 ده سيستوليك، على 85 ل 89 ده بقى كل سنه بيشيك، ده اللي هو البري هايبرتنسيف، واقل من سنه كمان يعني على طول يتابع، لان ده ايه؟ الشخص قبل هايبرتنسيف خلاص. ولو هو كبير في السن بيبقى ايه؟ ده نورمال. خلي بالكوا يا جماعه الالوان اللي انا حاططها دي، يعني هنا الخضره دي خالص بيبقى ده شخص في الامان، ده شخص في الامان خالص، هنا يعني مش امان قوي، هنا بقى ابتدى ان اللون يحمر شويه، هنا احمر شويه احمر، هنا يعني ايه اختلاف الالوان ده بيبقى فيه يعني حاجه بنقولها يعني. دي بقى اول مرحله بقى من ضغط الدم، اول مرحله من 140 ل 90، وده كل شهرين بيقيس الضغط. المرحله الثانيه ازيد شويه، واحد عنده ضغطه 160 على 100، بنقول ده انت ضغطك ضغط دم مرتفع من المرحله الثانيه، من المرحله الثانيه ده على طول كل شهر بيشوف الموضوع. ضغط دم مرتفع من المرحله الثالثه والرابعه، اخطر مرحلتين ثالثه ورابعه بنسميها هايبرتنسيف كرايزس، مرض دم ضغط دم مرتفع جدا، لازم يعالج بحقن على طول، حقن بتوسع الاوعيه الدمويه لازم تنزل الضغط الدم ده. لو انا جيت قست الواحد لقيته 180 على 110 يبقى ده في المرحله رقم 3، وده لازم على طول بيقيس باستمرار، يعني على طول باستمرار يقيس ضغط. والمرحله الرابعه من 210 ل 210 فوق، وانت فوق ده حاجه بقى خطيره، لو استمر على كده فتره قصيره جدا ممكن الشخص يجيله نزيف في المخ ويموت، تمام؟ ده التقسيمه المختلفه لضغط الدم. يبقى احنا عندنا مراحل في ضغط الدم. يبقى انا دلوقتي عرفت ايه؟ عرفت ضغط الدم ده نتج عن ايه؟ عرفت الاعضاء اللي بيأثر عليها، عرفت النسبه الطبيعيه لضغط الدم، عرفت المراحل بتاع ضغط الدم. تعالوا بينا نتكلم في السلايد اللي بعد كده، هيقول لي قسم لي. يبقى احنا كده قسمنا ضغط الدم على حسب البلاد بريشر، على حسب البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم، هقسمه بقى على حسب الاسباب، على حسب الكوزز. يبقى انا هعمل كلاسيفيكيشن للبلاد بريشر على حسب، اول حاجه على حسب بلاد بريشر ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4، دي على حسب البلاد بريشر. انا هنا هقسمه على حسب الكوزز، الاسباب بتاعته. عندنا هايبرتنشن نوعين على حسب الكوزز، حاجه اسمها اسينشال هايبرتنشن وسكندري هايبرتنشن. يبقى الهايبرتنشن هنا عندي نوعين لو انا قسمته على حسب الكوزز، لان في مدارس مختلفه بتقسم الموضوع على حسب المدرسه نفسها. دلوقتي انا قسمت ضغط الدم على حسب الاسباب بتاعته، بيقول لي في اسينشال هايبرتنشن او برايمري هايبرتنشن او ايديوباثيك، يعني غير معلوم السبب، الهايبرتنشن ده بيمثل 95% من الاشخاص اللي بيصابوا بضغط الدم المرتفع، ده بيبقوا من النوع الاول. يبقى عندنا 95% من النوع رقم واحد اللي هو الاسينشال هايبرتنشن، مفيش اسباب بنسميها ميديكال كوزس، يعني ما خدش دواء سبب الموضوع ده، ده دي اسباب ضغط تولد مش عشان دواء ولا حاجه، لان احنا هنعرف ان في ادويه بتعمل ضغط خلاص.
يبقى ما فيش ميديكال كوزس او اسباب طبيه يعني او اسباب دوائيه، يعني سواء كان عنده مرض معين او عنده دواء بيستخدمه عمل الموضوع ده، ولكن هناك عوامل، ده طبعا غير معلوم السبب، فجاه بنلاقي عنده الضغط ما عارفيش السبب ايه، ولكن هناك عوامل بتتدخل في هذا الموضوع زي التدخين. التدخين من احد العوامل اللي بيجيب من النوع الاول ده اللي هو essential hypertension. السمنه، واحد عنده ستريس، ستريسفول لايف ستايل، عنده حياه ضغط في العمل، عنده متعصب، الوضع بتاعه في البيت متلخبط، ده بنسميها حاله من العصبيه الاجتماعيه اللي عايش فيها، عنده ضغط في الشغل، عنده ضغط في البيت، عنده ضغط في كل حاجه، ده الحاجات دي كلها بتولد طبعا ضغط الدم المرتفع، طبعا نتيجه ان الواحد عنده عصبيه الهرمون الابنفرين بيزيد طبعا من الادرينال كورتكس، وابتدى ان هو يشتغل، وبعد فتره بيبدا يرتفع الضغط ويبقى الشخص مصاب بضغط الدم المرتفع. كمان الناس اللي بياكلوا ملح كتير، الاكل بيبقى عليه ملح كتير، بعد فتره بيلاقي نفسه ان هو عنده المرض ده، وكمان بيبقى جينيتيك، الموضوع بيبقى جينيتيك، يعني العيله دي مشهوره ان جدك كان عنده الضغط، ابوك كان عنده الضغط، يبقى انت عندك احتماليه يبقى عندك الضغط، يبقى في عامل وراثي هنا بيتدخل في الموضوع، والكحولات، الشخص اللي بيشرب خمور والحاجات دي بيصاب، يبقى دي العوامل اللي بتؤثر في النوع الاول اللي هو عند 95% من الاشخاص. خلاص، وغالبا بيجي للاشخاص في الميدل، يعني في سن 40، في السن ده، يعني سواء كان في ميل او ميل. اما السكندري هايبرتنشن اللي هو بنسميه ان اسينشال، ده اسينشال، ده ان اسينشال، ده بيمثل 5% من الاشخاص. دي الاشخاص دي بقى بيبقى عندهم ايه، ميديكال كوزز بقى، يعني عندهم اسباب طبيه، يعني عنده الكدني، عنده مرض في الكليه، فبالتالي ما بيخرجش الكليه مش شغاله كويس، فضغط الدم يرتفع. عنده مثلا يعني ايه، بياخد ادويه هي اللي سببت له الموضوع ده. عنده لخبطه في الهرمونات، عنده مثلا غده فيها ورم، غده مش شغاله كويس، لخبطه في الهرمونات، هنتكلم على الهرمونات اللي بيأثر، فبالتالي بيبقى مصاب من النوع رقم 2. بقى عندنا نوعين على حسب الكوزز، نوعين اسمه اسينشال وسكندري. بعد كده تعالوا بينا نتكلم على العوامل الخطره اللي بتسبب مرض ضغط الدم المرتفع. طبعا من احد العوامل المهمه جدا الموضوع ده يا جماعه، حلقه النهارده طبعا ما بتجيش في امتحانات، ما حدش بيتكلم في الحاجات دي، ولكن دي لازم نقول الكلام ده كله عشان نبقى فاهمين الموضوع، لان ده مرض مشهور جدا ومرض مهم، لازم نتكلم عن الموضوع ده كله. يعني عندنا العوامل الخطره التي تشكل خطوره في الشخص، ان هو احتمال ان هو يصاب بهذا المرض اللي هو ضغط الدم المرتفع. الشخص اللي عنده بياكل دهون كتير، ونسبه الكوليسترول زادت في الدم، نسبه الكوليسترول لما تزيد في الدم بيعمل طبعا تصلب شرايين ويصاب بضغط الدم المرتفع. التدخين من احد العوامل اللي بتفقد الشرايين قدرتها على الانبساط والانقباض، فبالتالي التدخين من احد العوامل اللي بتؤثر اللي بتسرع من احتماليه حدوث ضغط الدم المرتفع. دايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر، الاوبيزيتي اللي هي السمنه، الفيزيكال ان اكتيفيتي زي ما احنا شايفين، واحد بياكل وينام، ما بيلعبش رياضه، ما بيمارسش تمارين، فبالتالي احتمال ان هو يصاب بالمرض. واحد بياكل ملح كتير على الاكل، وهنعرف الاسباب دي كلها. وواحد عنده ضيق في الاورطه، الاورطه بيبقى عنده ضيق في الاورطه، وفي مرض اسمه سليب ابنيا. سليب ابنيا دي يا جماعه معناها الشخص بيجد صعوبه في التنفس اثناء النوم، بيجد صعوبه في التنفس اثناء النوم، وبينتج عن ذلك بيبقى شخير، شخير جامد يعني، وبقى عنده صعوبه في التنفس اثناء النوم. تعالوا بينا نتكلم على هذه العوامل اللي قلناها دي كلها الشخص ممكن يتحكم فيها. انا اقدر اقلل الكوليسترول، اقدر ابطل تدخين، اقدر اتعالج من السكر، اقدر اخس، اقدر اشتغل واعمل رياضه، دي عوامل انا بتحكم فيها، بنسميها ريسك فاكتورز، انا اقدر اعمل كنترول عليها. اما في عوامل ما اعرفش اعمل عليها كنترول، زي السن، انا بكبر في السن ما ينفعش ارجع، زي الفاميلي هيستوري، انا عندي العيله بتاعتي مريضه، ابويا او جدي عنده الضغط، فبالتالي انا ما اقدرش اتحكم في كده، خلاص هي عيله فيها امراض قلب، انا ما اقدرش اتحكم في كده، انا عندي احتمال ان انا اصاب بالموضوع ده. يبقى في عوامل اقدر اتحكم فيها وعامل ما اقدرش اتحكم فيها. تعالوا بينا نشوف السلايد اللي بعد كده. طبعا اللي بيعمل ريجوليشن للبلاد بريشر داخل الجسم، عندنا عوامل اندوكراين، يعني عوامل في الغدد، زي هرمون الرينين والانجيوتنسين والانتي ديوريتيك هرمون والالدوستيرون، طبعا السيستم ده قلناه قبل كده، لذلك الاوتونوميك مهم في الموضوع الهايبرتنشن او الكارديو فاسكر.
الاوتونوميك من احد الحاجات المهمه جدا في حديثنا عن الكارديو فاسكولار سيستم. طبعا احنا عشان اللي ما يعني عشان ما حدش يجد صعوبه في الحلقه، طبعا احنا قلنا ان الكدني لما بتحس بهايبوتنشن في بتطلع ماده اسمها رينين، الرينين بيحول انجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، بعد كده في هرمون انزيم اسمه ايس انزيم، هذا الانزيم بيحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، بعد كده بيخرج الدوستيرون، والالدوستيرون بيعمل سولت ريتنشن، فبالتالي في عوامل داخل الجسم بتتحكم في ضغط الدم، وعندنا عوامل عصبيه السمباثيك والباراسمباثيك بيتحكموا في ضغط الدم، اذا زاد السمباثيك زاد ضغط الدم خلاص. فبالتالي عندنا عوامل عصبيه هنا اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك، عندنا عوامل في البلاد فوليوم، الصوديوم، الصوديوم بيقول لك اذا بيقول لك ايه، الصوديوم بتجوز الميه جواز كاثوليكي، الجواز الكاثوليكي ده عنده بيسعين ان الست مع الراجل خلاص مدى الحياه ما ينفعش يطلقه، فبالتالي الصوديوم مع الميه على طول، اذا تواجد الصوديوم تواجد الماء، يبقى انا لو في صوديوم كتير في الدم هيسحب ميه، فالميه لما تتسحب وتبقى في الدم هيزود البلاد فوليوم، هيزود حجم الدم، والدم لو حجمه زاد في الاوعيه الدمويه هيرفع الضغط، تمام؟ والمينرالوكورتيكويدز، تمام؟ دي من احد الحاجات اللي هتكلم عنها برضه، والكاردياك فاكتورز، عوامل في الهارت بقى، الهارت ريت يزيد، ضربات القلب يزيد، الكونتراكتيليتي اللي هي قوه الانقباض نفسها، يبقى عندنا قوه الانقباض لو في انقباضه قويه جدا تضخ دم كتير، تمام؟ دي عوامل كلها جوه الجسم بتتحكم في ضغط الدم، يبقى العوامل دي تتحكم في ضغط الدم، اذا حدث خلل غير طبيعي في العوامل دي بيحدث ارتفاع في ضغط الدم او انخفاض في ضغط الدم، يبقى لو زاد الصوديوم يرفع ضغط الدم، العوامل دي كلها بتتحكم في ضغط الدم. بعد كده تعالوا بينا نشوف الاسباب بتاع ضغط الدم. الضغط ده نتج عن ايه يا جماعه؟ في عندنا اسباب طبيعيه واسباب كيميكال، يعني ادويه، اسباب طبيعيه واسباب كيميكال. الاسباب الطبيعيه دي بنقول اول حاجه واحد عنده حساسيه من الصولت، يعني الملح، اقل نسبه ملح او كده بتاثر معاه وبتاثر معاه خلاص، او الانسولين ريزيستنس، واحد عنده انسولين ريزيستنس يعني مرض اللي هو يعني من احد حاجات اللي هو مرض الدايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر، او عنده سليب ابنيا طبعا اللي هو اتكلمنا عنه من احد الحاجات برضو اللي بتشكل خطوره، وكمان جينيتكس، دي اسباب كلها طبيعيه، بنعيد الكلام ده تاني وبنلخصه، وواحد عنده الحياه بتاعته ستريس والكلام ده كله، واحد تخين بيدخن الكلام ده كله، وواحد عنده رينال هايبرتنشن يعني عنده مشكله في الرينال، مشكله في الكدني، او عنده زياده في الكالسيوم في البلاد، وكمان اندوكراين كوزس، اسباب بقى اندوكراين يعني واحد عنده هايبر الدوستيرونيزم، تمام؟ الالدوستيرون عنده زياده، الالدوستيرون ده بيعمل احتباس في الميه، سولت اند ووتر ريتنشن، وواحد عنده فايكروموسيتوما يعني عنده ورم في غده الادرينال جلاند، الادرينال جلاند اللي هي الغده التي تفرز الادرينالين والنور ادرينالين، فاذا وجد عنده ورم في الغده دي هيزيد افراز الهرمونين دول اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين، فبالتالي هيشتغلوا على الالفا والبيتا فهيزودوا الضغط. واحد عنده هايبر ثايروديزم، لان عنده الناس اللي عندهم هايبر ثايروديزم زياده في هرمونات الغده الدرقيه بيحسوا اكتر بالابنفرين والنور ابنفرين، بيحسوا بالهرمونين دول اكتر. وواحد عنده كاشنج سيندروم، كاشنج سيندروم يعني عنده البلد بيبقى عنده زياده في الكورتيزول، الكورتيزول هو الكورتيزول بيبقى عنده زياده فيه، واذا زاد الكورتيزول هو وكمان اللي هو زي الكورتيزون يعني اذا زاد بيزود ضغط الدم المرتفع، يبقى دي اسباب طبيعيه، دي اسباب طبيعيه بتحدث اسباب طبيعيه. ولكن ايه هي الاسباب الكيميكال اللي هي اسباب بقى ادويه او حاجه خدها؟ واحد خد ملح كتير، دي من احد الاسباب، شرب كحولات، بيشرب كحولات، بياخد واحده بتاخد حبوب منع الحمل اللي هي اورال، نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي الادويه المسكنه المضاده للالتهابات، جلايسيرهيزيا جلابرا اللي هو الليكورش اللي هو عرق السوس، عرق السوس فيه كورتيزون وده طبعا بيرفع الضغط، دي كونجستنت اللي هي الحاجات اللي هي بتاعه الافيدرين والسودو افيدرين والحاجات دي، الحاجات اللي هي انتي ديبريسنت اللي هي الحاجات اللي اتكلمنا عنها طبعا في حلقات السي ان اس، سيمباثوميميتكس حاجات ادويه بتزود السيمباثيك، اندستريال كيميكال في بعض المواد الصناعيه بتعمل كده، الكورتيكوسترويد الكورتيزون والمشتقات بتاعته كلها، الايرجوتامين الكالويدز، السايكلوسبورين، الكوكين، دي اسماء ادويه كلها، الكافيين، الكوكين والكافيين بيرفعوا الضغط، دي كل الاسباب اللي ذكرناها وبنجمعها مرة أخرى عشان يبقى عندنا أسباب ناتشرال وأسباب، طبعا الكلام ده يعني مش بيجي في الامتحان ولكن بيتفهم وسهل جدا إن احنا نفهمه.
بعد كده تعالوا بينا نعالج الهايبرتنشن. بقى انا دلوقتي اتكلمت على الهايبرتنشن باستفاضه وعرفت كل حاجه عنه، انا عايز اعالجه بقى، عايز اعالج المرض ده. المرض ده هعالجه بحاجتين: لايف ستايل موديفيكيشن، ان انا اغير حياتي. يا جماعه عايزين نقول حاجه قبل ما نتكلم في العلاج. دخل عليك واحد عايز يقيس الضغط، بساله الاول هل انت بتقيس قبل كده؟ قال لك لا انا مش عارف ايه. فالمهم بتبدا تقول له، لو هو جاي طبعا في الشمس او بيمشي، بتقول له اتفضل حضرتك استريح على الكرسي لمده 5 دقائق. ليه؟ لان انا لازم اقيس له الضغط في الريستنج ستيت، في حاله الريست، لان هو افرض الشمس حاميه ولا ماشي كان بيعمل مجهود قبل ما يدخل الصيدليه، فهو اصلا عدد ضربات القلب بتاعته زايده يعني خلقه. فانا بقول له اتفضل اقعد استريح 5 دقائق. بيقعد يستريح 5 دقائق، بيهدى، ممكن اجيب له كوبايه ميه كمان واخليه يهدى. بقول له اتفضل، بيقيس الضغط طبعا، يعني في طريقه طبعا كلنا عارفينها او في ناس كتير عارفينها، اللي في الصيدليه بيقيس الضغط باي بالجهاز، وافضل الجهاز اليدوي اللي الجهاز الزئبقي، لان الجهاز الالكتروني غالبا، يعني مش غالبا، ده اعداد كبيره جدا من الاجهزه، يعني لو البطاريه ضعيفه او هو لو شغال في شاحن او كده بيبقى فيه خلل، يعني ممكن يحدث خلل، فالنسبه ما بتبقاش دقيقه قوي. يبقى خلي بالنا من الاجهزه الالكترونيه، في اجهزه النسبه ما بتبقاش دقيقه، وفي صراحه في اجهزه بتخرف يعني، ولكن في اجهزه طبعا غاليه جدا الكترونيه وشركات موثوق منها طبعا بتقول النتيجه مظبوط، ولكن الافضل هو الجهاز الزئبقي طبعا. الجهاز الزئبقي ببدا اقيس الضغط واقيسه، واقول له لو لقيت الضغط مثلا مرتفع، يعني بقول له هو انت عندك الضغط، عندك الضغط يا فندم؟ بيقول لي لا والله يا ابني انا ما يوجع. بقول له لا انت، طب انت حضرتك انا هكتب لك ورقه اهي. يبقى هو دلوقتي الورقه، هو جالي الساعه 2 الظهر، يبقى الساعه 2 الظهر يوم كذا ضغط بيساوي كذا على كذا. اقول الورقه دي معاك، تعالى لي بالليل، تعالى لي بالليل. يجي بالليل اقيس الضغط تاني واكتب الساعه 8 مساء الضغط كذا على كذا، واقول له تعالى لي بكره، تعالى لي بكره الصبح. يجي بكره الصبح الاقي نفس النسبه اللي هو ضغط مرتفع يعني، نفس النسبه. اقول له معلش تعالى لي بالليل مره اخرى. يجي بالليل اقول له لا ده انت حضرتك عندك ضغط مرتفع ولازم تروح للطبيب المتخصص في اقرب وقت ممكن. شايف الكلام بيبقى عامل ازاي؟ مش يجي واحد الصيدليه واول ما يشوف الضغط، اه ده انت عندك ضغط يا عم الحاج. يا عم افرض هي اللحظه اللي هو فيها دي كل مثلا اكله مثلا دسمه او اكل فيه ملح كتير، وهو رفع الضغط في اللحظه اللي احنا فيها دي، في اللحظه اللي انت قست فيه، افرض الضغط في اللحظه دي خلاص. ولكن انا زي ما انا قلت لكم بالظبط، يعني اتمنى من كل الناس الصيادله تبقى تمشي يعني ايه، يعني تشوف الكلام ده كله وتحاول تركز فيه وتحاول تعمله، لان طبعا ده يعني الموضوع موضوع يعني طبعا عشان الشخص طبعا ما يتصدمش او كده، وكلام مهم جدا، وعشان ابقى دقيق في شغلي ودقيق في عملي، وابقى ربنا يرضى يعني يرضى عني في الشغل اللي انا بعمله وفي العمل اللي انا بعمله. يبقى زي ما انا قلت لكم ازاي ان انا اقيس الضغط واقول. طيب الشخص ده راح للدكتور والدكتور جاب له الدواء، هو انا بصرف له الدواء اقول له يا عم الحاج الدكتور جاب لك ايه؟ قال لي ده قال لي كذا كذا يا ابني ومش عارف ايه وبتاع. اقول له خلاص يا عم الحاج، خلي بالك يا عم الحاج، حاول تعمل ايه اللي هو لايف ستايل موديفيكيشن بقى، ده اللي انا بوجهها له بقى، اعمل له ايه كونسلنج، انا اتكلم معاه، لان طبعا الاطباء غالبا ما بيتكلموش مع المرضى، فانا اتكلم معاه اقول له يا عم الحاج كل اكل فيه اسمه داش ايتنج بلين، ده دي اي اس اتش، هنتكلم عنها في السلايد بعد كده، ولكن هقول له كل اكل كذا كذا اللي هو هنتكلم عنه دلوقتي. اقول له يا عم الحاج انت وزنك زاد شويه يا عم الحاج، يعني الاكل قلله شويه، وحاول تعمل شويه رياضه، حاول تعمل اكسرسايز شويه رياضه، حاول انت بتدخن يا عم الحاج؟ اقول له انا بدخن. لا حاول تبطل تدخين بقى، ما قول للمدام ما تحطش ملح على الاكل كتير، ما تحطش ملح على الاكل، قلل من شرب القهوه وشرب الحاجات دي، قلل من شرب القهوه، وحاول لو عندك يا عم الحاج حد مزعلك من البيت او كده، حاول يعني ايه، او انا لو اعرف حد من ولاده او كده اقول ما تزعلوش، ما تخلوش ستريس، الكلام ده كله، ده انا بعمل له تغيير في اعمل له موديفيكيشن في الحياه بتاعته. تمام، اما بقى الميديكيشن ده بقى اللي هتكلم عنه بدايه من الحلقه القادمه ان شاء الله. ده كله الحاجات اللي بتعالج الضغط: دايوريتكس، مدرات بول، بيتا بلوكر، ايس انهيبيتورز، انجيوتنسين ريسبتور، ده كله هنتكلم عنه ان شاء الله واحده واحده في حلقه في الادويه اللي بتعالج الضغط. ايه بقى اللي هو الدي اي اس اتش ايتنج بلين دي، اللي هو مخطط ان انت تاكل حاجه اسمها دي اي اس اتش. دي اي اس اتش دي اختصار لكلمه ديتري ابروتشز تو ستوب هايبرتنشن. ابروتشز دي يعني ايه ابروتشز؟ يعني منهج او حاجه انا همشي عليها يعني.
هاجة أنا همشي عليها. تمام. الموضوع ده يا جماعة يعني أنت بتقول أنت هتاكل أكل هتمشي عليه عشان توقف الهايبر تنشن، فالاختصار بتاعها اللي هو دي اس اتش. الموضوع ده مشهور جدا في غرب، في بره بيتكلموا عنه بالتفصيل وبيستخدموه كتير، اللي هم الناس اللي هم عندهم هايبرتنشن بيهتموا بالموضوع ده اكتر، يعني ما بيهتموا بالادويه. احنا عندنا الشخص اللي عنده الضغط بياخد الدواء وخلاص، ما عندوش بقى رياضه ولا ياكل ايه ولا يعمل ايه، هو الدواء وخلاص، انا بدل ما باخد الدواء بقى انا سليم. لا، في الموضوع ده بياخد اهتمام كبير بره. طب الادويه، الاكل ده بيبقى عباره عن ايه؟ الاكل ده بيبقى قليل، يعني في نسبه قليله جدا من الكوليسترول والفات والحاجات دي كلها، وبيحتوي على خضروات وفواكه وحبوب واسماك والكلام ده، بيبقى ايه، بيحتوي على زي ما احنا شايفين في السوق، وغني وبيبقى غالبا بيبقى ايه سيرفنج، دي يعني وجبه، بيبقى غالبا في وجبات ان هي فيها ايه لحمه، اللي هي اللحمه الحمراء، وبعضا من بعض الحلوى وبعض السكريات او بعض الحاجات اللي عليها سكر، بعض يعني في وجبات كده كل اسبوع وجبه صغيره يعني ايه من الحاجات دي، بيبقى غنيه بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن والبروتين والفايبرز. طبعا زي ما احنا شايفين دي الاكل اللي هو بنسميه دي اس اتش، اللي هي الادويه، الاكل اللي بيوقف الهايبرتنشن اللي هو بيمشي عليه الشخص مع العلاج. خلاص، يبقى احنا كده انتهينا من حلقه النهارده. حلقه النهارده تعتبر حلقه يعني مش معقده، حلقه بسيطه جدا، واتكلمنا عن موضوع الهايبرتنشن بوجه عام، وشرحنا اتكلمنا عن ازاي الهايبرتنشن ده اتولد، الضغط ده ازاي تولد، وعرفنا ازاي ان احنا نقسم الضغط ده على حسب البلاد بريشر، على حسب المقياس، قلنا في مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله خطيره جدا اللي هي الثالثه والرابعه، بعد كده قسمناه على حسب الاسباب، قلنا اسينشال اللي هو اللي بيمثل 95% من الاشخاص اللي هم بيبقى عندهم عوامل هي اللي بتعمل الموضوع ده، اما اللي هو حاجات اللي هي نون ان اسينشال اللي هي السكندري هايبرتنشن، ده اللي هو بينتج نتيجه مرض في الكليه او بيستخدم ادويه اللي عملت له كده. بعد كده قسمناها مره اخرى الاسباب بتاعه الهايبرتنشن الى اسباب طبيعيه بتحدث داخل الجسم، اسباب طبيعيه واسباب خارجيه اللي هي عن طريق الادويه او الكيميكال. وبعد كده اتكلمنا ازاي العوامل الخطيره جدا اللي بتاثر على الهايبرتنشن، وازاي نتحكم في الموضوع، وازاي نعمل لايف ستايل موديفيكيشن. الكلام ده كله كلام جميل جدا وكلام مهم. قبل ما نتكلم على الهايبر ازاي نعالج بالادويه، ان شاء الله حلقتنا غدا هتبقى انتي هايبرتنسيف دراجز، اللي هي الادويه التي تعالج ضغط الدم المرتفع. ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى حلقه جميله. ما تنسوش يا جماعه اللي عايز يحمل حلقتنا النهارده يحملها من ان شاء الله، اقابلكم الحلقه القادمه. ما تنسوش اللي عايز يحملها بيحملها مع الديسكريبشن في الفيديو، بيدوس شو مور ويلاقي اللينك ويدوس عليه وبيحمل المحاضره بتاعتنا. ما تنسوش لو اي حد عنده اي استفسار او حاجه يرسلني على الفيسبوك. استودعكم الله واشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.